مرحبتكم مشاهدينا من جديد. لا حياء في العلم، كتير طبعا بنسمع الجملة دي، خاصة لما بيبقى فيه تخصصات بيكون حرجة عند البعض، أو ما بيبقاش فيه جرأة للمريض إن هو يروح للدكتور المسؤول عشان يعرض عليه الحالة أو يشوف إيه أسبابها أو إيه طرق علاجها، إيه الحاجات المستحدثة الجديدة. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن حاجة تخص السيدات، ومش بس السيدات، هي بتخص الاستقرار الأسري. ارتخاء المهبل هو من الحاجات اللي بتخص طبعا السيدات واللي بتسبب العديد من المشكلات. ستات كتير بتعاني منه، خاصة اللي بيولدوا ولادة طبيعية. المرض ده مش بس بيأثر على العلاقة الزوجية وعلى زي قلنا كده الاستقرار الزوجي، ده كمان بيسبب مشاكل كتيرة جدا. هنعرفها مع حضراتكم، ايه اسبابها، ايه اعراضها، ايه طرق العلاج الجديده، مع ضيفتي النهارده اللي منوراني في طبيب البلد دكتور رانيا السيد، استشاري ودكتوراه العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب، القصر العيني جامعه القاهره. اهلا بيك يا دكتور، منورانا. ايه هو الارتخاء المهبلي؟ ده بيبقى ارتخاء في عضلات المهبل وعضلات جدار الحوض. تمام، كويس. طيب لما بيحصل ارتخاء في عضلات المهبل وعضلات جدار الحوض، احنا عندنا الارتخاء ده ممكن يكون الجدار الامامي فيأثر على المثانة، فممكن يؤدي لسلس بولي. ممكن يكون الجدار الخلفي فيؤدي، لو سبناه يؤدي لنزول المستقيم داخل المهبل. انتوا متخيلين خطورة الموضوع؟ عشان كده انا اصر اعمل الحلقات دي، لانه الناس بيبقى فاكرين ايه بيجري مش عارفين ممكن يوصلوا لايه. لا، وبعدين ده طلب المرضى، يعني ده طلب المرضى. دكتورة رانيا اتكلمي، احنا 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 حياتنا بتبوظ ومحتاجين نفهم طبعا. ومحتاجين نعرف. فعشان كده لما بيجي تعليق لما بنبعت السكريبت فبقول لهم لا، ده الموضوع مهم. ايوه، هي بتبقى فقرات مش شائعه صح، بس هي بيحتاجها كل بيت. المرضى محتاجينها طبعاً، والموضوع كبير طبعا طبعا. الخلفي ممكن لو سبتيه يؤدي لنزول المستقيم داخل قناه المهبل. العنقي ممكن يبقى عنق الرحم ينزل داخل المهبل. الموضوع بقولك يعني اعتقد ده الامه رهيبه. طبعا طبعا. والاصعب مرحله بقى اللي هي خلاص اخر جريد، اللي هو اصعب واحده، اللي هو الرحم كله يخرج بره قناه المهبل. وفي الحاله دي ما بيبقاش قدام، انا خلاص مش هينفع اتدخل انا كمان، ومش قدامنا غير الجراحه، وغالبا بيتم استئصال الرحم فيها. يا خبر ابيض. طب ايه الاسباب اللي وصلتنا للمراحل دي؟ الاسباب بقى لازم نقول الحاجات دي يا جماعه، انها زي ما انتم شايفين موضوع مرضي وما فيهوش اي حاجه يعني حرجه. لا، الموضوع مرضي ولازم نبقى عارفين اسبابه، ولازم نبقى عارفين طرق علاجه ونحمي نفسنا منه. كويس. اول حاجه طبعا الكومن طبعا اللي هي ممكن ولاده واحده بس تكون متعثره، او حجم راس البيبي كانت كبيره فعملت تهتك وضعف شديد في العضلات. النقطه الثانيه من ضمن الاسباب برضو المشهوره طبعا الولادات المتكرره، حمل الاشياء الثقيله. اي ست بتعاني من امساك مزمن لازم تتعالجي، لازم تشوفي حل. تاكلي بقى خضروات كتير، تروحي الدكتور جهاز هضمي، بس ما ينفعش يفضل عندك امساك كتير. بصي، في برضو حاجه حابه اقولها، تكرار العلاقه الزوجيه بشكل عنيف وبشكل خاطئ، زي الناس اللي بيبقوا مدمنين انواع معينه من المخدرات بشكل عنيف، معظم الحالات دي بيجي لهم ارتخاء وسقوط مهبلي. دي يعني حمل الاوزان الشائعة. حمل الاوزان الثقيله، فرحانه اي اروح الجيم وبشيل تقيل. لا، بيقال يا دكتور كمان انخفاض انتاج الكولاجين في الجسم بيؤدي الى الارتخاء المهبلي. بصي بقى، دي معلومه انا حطها في سؤال مخصوص. احنا دلوقتي بنتكلم عن ارتخاء عضلات ومرض ممكن يؤدي زي ما قلنا لنزول سقوط المثانه وارتخاء مهبل، ممكن يؤدي لسلس بولي. ده عايز. عضلات الكولاجين بيعمل ايه؟ ده بيعمل تماسك في الجلد، شد الجلد. جلد مالناش دعوه بالمواصلز خالص، ما بنشتغلش يعني على العضلات. الموضوع ده غلط. تمام. لو عايزه تعملي تجميل اعملي ليزر. تمام. عندك ارتخاء مهبلي يبقى تعملي جلسات عضلات، يبقى جلسات علاج طبيعي للارتخاء المهبلي. حلو. هي مش منتشره ومش بتتعمل في اي مكان. بس
يعني هو من التخصصات اللي انا بحب اساعد الناس فيها، اللي يعني ايه ما فيش ناس كتيره بيعالجوها. متخصصة فيها. طبعا احنا قلنا من ضمن الحاجات انه ممكن يحصل سقوط رحمي، وده يحرم السيده دي الست من من فرص الحمل الانجاب. طبعا. طريقه العلاج كمان بقى يعني سهله جدا جدا. كويس. في كل الحالات ولا يعني ما وصلش لمرحلة الجراحة لو ما وصلش بصي اللي هو سقوط في الرحم؟ المراحل كلها نقدر نعالج، كويس جدا. الا بقى لو خلاص الرحم او المستقيم خرج بره وشايفينه، دي خلاص بقت جراحه. في المراحل اللي قبل كده علاج العضلات بيكون افضل، لانه الناس اللي بيعملوا جراحه للاسف الجراحه دي فيها مشكلتين، ودكاتره الناس على فكره بيقولوا للمرضى المشكلتين دول، ان الالام بتاعتها مبرحه، الام مبرحه بتضايقها في كل حاجه في حياتها. والمشكله الثانيه ان انت خيطتي حاجه زي قماشه بس هي دايبه، فبترجع تفتح تاني، لان العضله نفسها هي اللي فيها المشكله. كويس جدا. فعشان كده احنا بنشتغل ازاي. الجلسه عباره عن ايه؟ انت بتشتغلي على عضلات الحوض وعلى عضلات المثانه وعلى عضلات المهبل من جوه بجهاز بيدخل جوه. تكرار الولادات يا دكتور، وللاسف وللاسف كمان انه حتى بعد ما يعني انا جالي حالات كمان بعد ما عملوا العمليه ورجعت معاهم تاني. كان عندي كذا حد يعني هي ممكن ترجع تاني. انا عندي حد من الستات، مع ان الموضوع حساس، عندي اتنين انا مش هقدر انساهم. وعندي طبعا ناس كتيره بحبهم كلهم والحمد لله ساعدناهم في حل المشكله، بس عندي اتنين انت بالرغم من ان الموضوع حساس قالوا لي دكتوره رانيا احنا هنصور معاكي فيديو. قلت لهم موافقين؟ قالوا لي يلا احنا اللي عايزين. انتي حليتي مشكلة طبعاً. انا لا كنت عارفة اعيش كزوجة طبعاً. ولا عارفة اصلي، لاني البول بينزل مني وبيضايقني، لانه في الاول بيبقى مع الكحة والعطس، وبعد كده مجرد ما بتتزنق بتحس نفسها مش قادرة تمسك نفسها، ممكن لحد دخول الحمام. يعني احنا ممكن نبدأ من عدم من نقطة من تنقيط لحد ما نوصل لسلس بولي. فمتخيلين صعوبة المشكلة قد ايه؟ طبعا صعوبة المشكلة انه لو الرحم خرج جزء كبير منه نحن ممكن نستأصله ونتحرم من الخلفة، يعني افساد العلاقة الزوجية. يعني الموضوع مهم وكبير ولازم نتناوله كدكاترة طبعاً. ولا حياء في العلم. واحنا انا بقولك لدرجة اتنين يعني دول انا يعني بحسهم ان هم يعني صدقه هم جاريه، يوصلوا رساله. ايوه إن الموضوع صدقه جاريه. ايوه لا بسيط انا وسهل هقول انا هقول حل. لاني اتعذبت كتير وفي حاله من ضمن الحالات بعد ما في حالات طبعا بعد ما عملوا العمليه، بس طبعا الدكاتره بيبقوا عارفين ان هي حاجه بترجع تاني، بيحتاجوا يعملوا الجلسات. يعني برضو حتى لو حد عانى من المشكله دي وعمل العمليه يفضل بقى يعمل الجلسات، نرجع الحوض نرجع عضلات الحوض زي ما هي، وعضله المهبل ترجع للانقباض الطبيعي زي ما هي. يعني في ناس ما شاء الله مش بترجع زي ما كانت، بترجع احسن من لما كانت. كويس جدا. طب يا دكتور لو في اعراض ما ظهرتش، يعني مثلا الست ولدت اكتر من مره وعندها مشكله في العلاقه الزوجيه لكن ما فيش اعراض زي اللي حضرتك قلتيها، ما احنا من ضمن الاعراض وجود مشكله في العلاقه الزوجيه. يعني حتى لو ما عندهاش السلس البولي او اتساع اثناء العلاقه او احساس او احساس بخروج هواء او اصوات، يعني ساعات بيحصل انحناء في القضيب داخل المهبل من كتر ما الدنيا العضله سايبه، فكل الحاجات دي ما دي ساينس، ما دي علامات ان انت عندك مشكله. هو انا لازم استنى لحد ما الرحم يطلع بره؟ ما احنا طالعين نقول للناس يا جماعه يحس بواحد او اثنين او ثلاثه، لو المشكله في العلاقه يبقى ده ارتخاء مهبلي. لو المشكله في تنقيط بول يبقى ده ارتخاء مهبلي. لو في عندك تقل وحاسه انه وجع وحاجه نازله يعني او بتنزل منك الحقيها. لو بتكحي او تعطسي لقيتي نفسك بداتي تنقطي الحقيها. احنا طالعين نقول للناس اللي عمل عمليه والاعراض رجعت تاني يفضل ان هو يجي يعمل جلسات نحافظ على عضلات الحوض وعضلات المهبل. بس دي الرساله اللي احنا يفضل احنا كل قد ايه مثلا نعمل حلقه. احنا كدكاتره مش طالعين نعمل حلقه اللي هو احنا
يعني عايزين نوعي الناس. نوعي الناس طبعا. احنا طبعا احنا دورنا طبعا نوصل رساله. صحيح. نوعي الناس طبعا. نقول للناس طرق العلاج. انا في اوقات الناس بتعرف ان مفيش علاج يعني انت عارفه العلاج انا الجراحي انا, بس. انا انا ده الارتخاء المهبلي ده مثلا في 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 حاجات كتير ناس كتيره يعني بقول لك بيوصل لخراب بيوت. نفس القصه في حالات التشنج المهبلي يبقى يعني في انقباض شديد في العضلات وصعوبه في العلاقه. ياما بيوت ربنا يا رب يعني جعلنا سبب ان هي تستقر ويكملوا. في ناس من دول كتيره من بره مصر بعتن لنا البيبيهات بتاعتهم والتوائم بتبقى طبعا احساس حلو ان انت يعني مش بس بقى هنا بتعالج المشكله من جذورها. مش بس علاج بنعالج المشكله من جذورها لان المشكله اصلا عضلات. ارتخاء في عضلات هو المرض اسمه ارتخاء في عضلات جدار المهبل وجدار الحوض. كويس جدا. طيب حضرتك احنا اتكلمنا عن الحلول الجراحيه اللي هي بقى انت وصلت لاخر مرحله. دي ما خلاص حتى انا في نفسي مضاعفات بقول للحلول الجراحيه دي في مضاعفات بعدها. ما هي المشكله الوحيده في الموضوع ده زي ما بقول لك ان هي العمليه مؤلمه جدا والدكتور بيقول لها ان هو ان هي من الحاجات اللي ممكن تفك ايه هي زي قماشه بس خلاص هي عضله زي قماشه دايبه وانت بتحاولي تخيطي فيها مش بعد كده هتفك. فهي هو نفس الاكزامبل ده المثال ده على الـ 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 العضلات دي. فاحنا حتى لو حصل المضاعفات دي اللي هي بعد الجراحه احنا بننصح الناس ان هم برضو يعملوا جلسات الارتخاء المهبلي ويحلوا المشكله من الاصل بتاعها لان المشكله مشكله عضلات. كويس قوي. طيب المشكله دي بتلازم بعض الناس المتقدمه في العمر، الناس اللي كبرت وخلاص يعني ايه بناته ما عندهاش كمان تغذيه سليمه. لا بناته بصي ممكن انا بشوفها توصل. بشوفها مع 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 سيدات متجوزين جداد. يعني مش بقالهم كتير. وفي ساعات بتبقى اصلا حاجه وراثيه، طبيعه العضلات عندهم ضعيفه. في المكان ده. كويس. يعني انا كان في حاله كانت بتقولي انا اصلا كده يا دكتوره من اول الجواز بس طبعا مع العلاقه مع الخلفه الموضوع باظ خالص. طيب الناس اللي متقدمه في العمر حضرتك بتنصحيهم بايه؟ هل برضو علشان مشكله السلس البولي والمشاكل برضو الخاصه بدي اكيد بتضايق؟ تمام. ايه اللي احنا عندنا نوعين من الجلسات. لو المشكله سلس بولي او تبول لا ارادي بنعمل على جدار الحوض والمثانه من بره. لو عملنا القياس ولقينا لو بتكلم على كبار السن. كويس. ومش محتاجه ادخل جو دي هنا هنعمل 12 جلسه مش 3 بقى او 3 و3 هنا لازم نكمل كورس بيبقى 12 مره. بيبقى على عضلات المثانه والحوض. لو واحده ست كبيره في السن مش هتستحمل الجهاز بتاع الانقباض المهبلي. انا في من ضمن الحالات برضو كانت حد جميل برضو يعني قالت لي انا ما بعملش حاجه لان انا كنت خلاص مش عارفه اصلي كنت بقعد اعيط لربنا. لحد ما بفتح الموبايل لقيتك في فيديو. طلعتي لي وبعدين خلصت الجلسات لقيتها جايه لي تقول لي انا جايه بس اقول لك ان انا في كل سجده بدعي لك. ان انت خليتيني عارفه اصلي لانه الميه بتقولي مش لاحقه الميه بتنزل مني وكانت عامله الجلسات وبقت كويسه جدا. وعملنا لها على فكره الاثنين اللي هي بتاعت المثانه وعملنا لها المثانه والحوض وبتاعت الانقباض العضله من جوه كمان. وجاتني مخصوص بعدها قالت لي انا جايه بس اشكرك واقول لك ان انا ما فيش سجده في صلاتي مش بتايبك فيها. يعني ان حد يوصل لمرحله ان هو بيبقى عايز نجده كده بيبقى في مراحل كده في حياتك من بعض الامراض اللي كمان بتكون فيها احراج يعني مش قادر تقولي مين او مش عارف تروح فين. لا يا جماعه الحقيقه في العلم واللي عنده مشكله زي ما بنروح لدكتور امراض النساء لو في حاجه متعلقه برضو بامراض النساء في تخصص تاني ما بنروح ما يعني لازم نكسر الحاجز ده. يعني انا هقولها في التصوير عايز يعني مكالمة الصبح اصل الموضوع ايه يا جماعة ده الموضوع كارثة ده سلس بولي وممكن سقوط رحم وممكن نوصل لاستئصال رحم طبعاً الموضوع كبير طبعاً يعني طبعاً يعني احنا مش حريصين في حقيقة في طبيب البلد ان احنا نكون مع حضراتكم متنوعين يعني كل حاجة ممكن حد بيتفرج علينا بيعاني منها شخص حتى يعرفه فمهم قوي ان احنا نبقى يعني لمين كل المواضيع الخاصه بالعلم والكم الكبير من التطور التكنولوجي فيه. طيب بيقال يا دكتور ان برضو من اسباب المشاكل دي الخاصه بالارتخاء المهبلي السمنه والتغذيه الخاطئه التغذيه السيئه ممكن سمنه البطن بالذات نسميها السنترال اوبستي
سمنه البطن بالذات ممكن تكون من الاسباب. عايزه انوه بقى على حاجه، احنا اتكلمنا عن الارتخاء المهبلي والمشكله دي، انوه على حاجه بس في الاخر، التبول اللا ارادي الليلي للاولاد الصغيرين لحد 6 سنين، يعني هو المفروض الجهاز العصبي وخلاص بنبقى ماتيور 3 سنين، هنديله سنه او 2 5 سنين ماكسيموم 6 سنين لو في تبول لا ارادي ليلي. ده برضو بنعمل عليه جلسات بتبقى على المثانه وعلى الحوض، والمشكله بتروح نهائي. كل ما نعالج الولد او البنت دي في سن صغير كل ما احنا وصلنا لنتائج افضل. في ناس كل ما احنا بنوصل لمراحل المراهقه عشان هم برضو من الحاجات اللي ودي بتخلينا ناخد وقت اطول طبعا. كل ما هو جاي لي صغير كل ما استجابته كانت اسرع واحسن وعضلاته تستجيب احسن. يعني في بنات بتجي لي قبل الفرح ب3 ايام تقول لي يعني حقيقي مش قصدي 3 ايام بس يعني ايه، يعني مده قصيره فمش لازم نستنى لما هنبقى نتجوز لا، مجرد انه في عندي تبول لا ارادي ليلي برده الحق نفسي. احنا كده اتكلمنا في الجزء الخاص بالسيدات والجزء الخاص بالبنات والولاد اللي عندهم تبول لا ارادي. بشكرك جدا، نورتينا وشكرا جدا على الموضوع ده، وعايزين كده دايما يعني نعرض مع حضراتكم مواضيع بتخصكم، بتخص اولادنا، بتخص الاستقرار الاسري، بتخص حياتنا، بتخص حيائنا، اوقات اللي احنا بنكون محرجين ان احنا نعرض الموضوع ده حتى على اقرب الناس لينا. شكرا جدا، نورتينا النهارده في طبيب البلد دكتور رانيا السيد، استشاري ودكتوراه العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب القصر العيني جامعه القاهره. شكرا ليكي. كل الشكر لحضراتكم مشاهدينا متابعين معاكم، لكن بعد الفاصل.